السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد في شهادة احترافية جديدة. النهاردة إن شاء الله هكلمك على الكاب إم ستادي بلان، خطة المذاكرة. هعرفك إزاي تحضر وتجهز للاختبار الدولي، اختبار المشارك المعتمد في إدارة المشاريع. طبعا شهادة الكاب إم هي لأي حد لسه ما عندوش خبرة، لسه حديث تخرج أو لسه طالب وعايز تدخل في مجال إدارة المشاريع. فدي شهادة ممتازة جدا، هتعرف من خلالها المبادئ والأساسيات الخاصة بإدارة المشاريع. ودايما علشان توصل لهدفك دايما اتبع خطة، وعشان كده النهاردة هكلمك على study plan، خطة المذاكرة. شهادة الكاب إم اللي هي موضوعنا النهاردة تابعة للمعهد الأمريكي لإدارة المشاريع Project Management Institute، واللي عنده أكتر من شهادة احترافية، ولكن النهاردة هكلمك على الشهادة رقم واحد اللي هي شهادة الكاب إم Certified Associate in Project Management. طبعا معهد الـ PMI عنده أكتر من شهادة، زي مثلا شهادة الـ ACB، شهادة الـ RMP، شهادة الـ SP، شهادة الـ PMP والـ BBA والـ PGMB والـ BFMB. تعال كده أكلمك شوية على شهادة المشارك المعتمد في إدارة المشاريع اللي هي الـ CAPM. طبعا حصولك على هذه الشهادة هيساهم جدا في توفير فرص العمل، وهيحسن من مستوى الدخل بتاعك، وتقدر تشتغل كمنسق للمشروع، مساعد مدير مشروع، Project Coordinator وهكذا. سواء كنت انت بتطلع الى تطوير مهاراتك الحالية، او عايز تدخل الى مهنة جديدة تنتقل الى بوزيشن تاني، فشهادة الكاب ام هتخليك شخص مميز. طبعا هتخش سوق العمل بشكل قوي جدا، لان انت هيبقى عندك اساسيات ومبادئ ادارة المشاريع، والشهادة دولية احترافية معتمدة في كل العالم. تعال كده اكلمك على متطلبات دخول الاختبار. عشان ادخل الاختبار محتاج ايه؟ طبعا اي حد ممكن يدخل الاختبار الدولي، ايا كان المؤهل التعليمي بتاعك، معاك هاي سكول دبلومة، معاك ثانوي، معاك دبلوم، معاك بكالوريوس، تقدر تدخل الاختبار. فده بالنسبة للمؤهل بتاعك. بالنسبة للمتطلبات أو المتطلب الآخر، لازم تكون حضرت دورة 23 ساعة وتحصل على شهادة حضور بالساعات دي، فهو ده المتطلب الخاص به الاختبار. وطبعا في الدورة بتاعتنا على PM Tricks هنوفر لك، وهتاخد هذه الشهادة لأنها متطلب هام جدا للاختبار الدولي. تعال كده أكلمك شوية على موضوع الاختبار. الاختبار بتقسم إزاي؟ كم سؤال؟ زمن الاختبار قد إيه؟ متوفر بأي لغة؟ اختبار الكاب إم هو متقسم إلى 4 مجالات، 4 domains، تمام؟ يعني إن شاء الله لما تختبر ويطلع لك تقرير الاختبار هيطلع لك متقسم على الـ4 مجالات دول. أول دومين وهو Project Management Fundamentals، أساسيات إدارة المشاريع، وده عليه 36% من الاختبار الدولي، أي فيما يعادل 55 سؤال في الامتحان. الدومين الثاني أو المجال الثاني وهو Predictive أو Plan Based Methodology، النهج التقليدي في إدارة المشاريع، وده بيمثل 17%، أي في معادل 25 سؤال. الدومين الثالث أو المجال الثالث وهو الأجايل فريمورك، اللي هو طبعا النهج الرشيق أو المرن، وده بيمثل 20%، أي 30 سؤال في الامتحان. وأخيرا هو الدومين الأخير الرابع، بيزنس أناليسز فريمورك، تحليل الأعمال، وده بيمثل 27% من الامتحان، أي 40 سؤال. طيب اختبار الكاب إم كم سؤال؟ الامتحان الدولي هو 150 سؤال، بس في 15 سؤال مش محسوبين، الـ PMI بيحطهم بس كده بيجربهم. يعني انت بتتحاسب على 135 سؤال بس، ولكن انت ما بتعرفش فين هم الـ 15 سؤال دول، سواء انت حلتهم صح، حلتهم غلط،
هما كده كده مش محسوبين، يعني الـ PMI بيحاسبك فقط على عدد الأسئلة دي. ولكن انت داخل الامتحان تحل الـ 150 سؤال كلهم اللي انت متعرفش فين هما الـ 15 سؤال دول. نسبة النجاح مش معروفة، تمام؟ انت لما بتنجح في الاختبار بيقولك انت جبت target، above target، need improvement، target، وهكذا. طيب زمن الامتحان قد ايه؟ هو 3 ساعات، تمام؟ يعني 150 سؤال في 3 ساعات. ولكن طبعا الاختبار الدولي متاح بعدة لغات، تمام؟ منها اللغة العربية واللغة الإنجليزية. تقدر تمتحن عربي، الامتحان بالكامل عربي، وتقدر تمتحن إنجليزي. ده متاح وده متاح. والشهادة الدولية مش بتتأثر أبدا بلغة الاختبار، يعني حتى لو أنت اخترت اللغة عربي بتطلع لك الشهادة الدولية بالإنجليزي. امتحنت فرنسي هتطلع لك الشهادة بالإنجليزي، امتحنت برازيلي هتطلع لك الشهادة بالإنجليزي، تمام؟ الامتحان طبعا متاح في المركز ومتاح أونلاين، تقدر تختبر من بيتك، من غرفتك، من جهازك، وكمان متاح في المراكز المعتمدة من الـ PMI، تمام؟ طبعا ده نفس الكلام اللي أنا اتكلمت عليه من شوية ولكن مترجم باللغة العربية. بالمناسبة الكورس بتاعنا بالكامل مترجم باللغتين، اللغة العربية وكمان اللغة الإنجليزية. عايز تذاكر إنجليزي ماشي، عايز تذاكر عربي ماشي. طيب الكاب ام اكزام ريفرنس ماتيريالز، المواد المرجعية للاختبار. طيب يعني الاختبار الدولي هيجي لك منين؟ ايه المرجع بتاعه؟ المادة العلمية بتاعتنا مرجعها ايه؟ حسب كلام الـ PMI المعهد الامريكي، ان الاختبار الدولي الريفرنس بتاعه المصادر كلها اللي قدامك دي، 6 مصادر: كتاب البين بوك الاصدار طبعا الاخير وهو الاصدار السابع، وكتاب الاجايل براكتس جايد نسخة 2017، وكتاب البيزنس اناليسيس فور براكتيشنر، والإفكتيف بروجكت مانجمنت، والبروجكت مانجمنت أنسر بوك، والبي ام اي جايد تو بزنس أناليسز. طيب هل انت محتاج ترجع لكل الكلام ده؟ لا طبعا، احنا في بي ام تريكس بنوفر لكم مادة علمية شاملة كل المصادر دي باللغتين العربية والإنجليزية، بنعطيك ملفات بي دي اف، هي ده هتكون المرجع الوحيد بتاعك، تمام؟ تم تلخيص كل الكلام اللي قدامك ده وكل المراجع دي في مرجع واحد بس، وهي ملفات PM Tricks، هتذكرها وتنجح بإذن الله. كل المصادر اللي فاتت دي الـ PMI قالك انت بقى الاختبار الدولي طبقا لحاجة اسمها الـ Exam Content Outline او الإيكو، تمام؟ اللي هو متقسم الى الـ 4 Domains، الأربع مجالات. يعني انسى بقى الكلام اللي فات ده كله، تمام؟ الاختبار بيقول لك هو مقسم الى 4 مجالات زي ما احنا قلنا من شوية، كل دومين تحت منه شوية مهام، وده اللي احنا غطيناه في الكورس بتاعنا، تمام؟ الاربع مجالات اللي هم ايه؟ المجال الاول اللي هو الفاندمنتال، ده اكبر دومين عليه 36% من الاختبار، البريدكتيف عليه 17%، والاجايل 20%، والبيزنس 27%. ده الاختبار الجديد، لأن الاختبار القديم كان لحد شهر 7/2023، يعني الاختبار اتغير يوم 25/7/2023، تمام؟ فاحنا النهاردة بكلمك على الاختبار الجديد. طيب الاختبار الجديد ده سير لحد امتى؟ الـ PMI كعادته مش بيغير كل سنة، بيغير مثلا كل 5 سنين، كل 7 سنين. يعني ان شاء الله الاكزام كونتنت اوتلاين ده هيفضل مثلا مستمر معانا ل 2026، ل 2027، ل 2028، ل 2030، تمام؟ وهكذا، تمام. طيب ايه هو محتوى الدوره بتاعنا؟ الكورس بتاعنا هشرح لك فيه ايه. اول حاجه هشرح لك دومين رقم 1، بروجكت مانجمنت فاندمنتالز اند كور كونسبتس، ده الدومين رقم 1. هشرح لك الدومين الثاني الاجايل فريموركس اند ميثودولوجيز، المنهجيات والاطر المرنه او الاجايل. هشرح لك الدومين رقم 3 بريدكتيف بلان بيزد ميثودولوجي،
المنهجيات التنبؤية والقائمة على التخطيط، والدومين الرابع والأخير Business Analysis Frameworks، أطر تحليل الأعمال. فاللي قدامك ده هو المنهج بتاعنا، الأربع مجالات هيتم شرحهم بالتفصيل. إيه كمان؟ KPMG Tips and Tricks. بعد ما نخلص المنهج بتاعنا هرجع لك عليه، هركز لك على أهم النقاط للاختبار الدولي. هقول لك الاختبار ركز على إيه، هدي لك أهم الكيوردز، أهم الكلمات المفتاحية اللي هتساعدك على حل عدد كبير جدا جدا في الاختبار الدولي. مش بس كده، كمان ده أنا هحل معاك عدد من الأسئلة اللي بتيجي في الاختبار الدولي، بيجي لك نفس الفكرة نفس الكونسبت بالظبط، عشان تساعدك على حل عدد كبير جدا من الاختبار الدولي. مش بس كده، كمان مش هسيبك لوحدك، هعرفك ازاي تقدم على الاختبار الدولي، How to register for the KPMG exam. مش بس كده، ده انا كمان هدي لك خطة تمشي عليها، KPMG study plan، خطة المذاكرة. هقول لك تذاكر ازاي، كل يوم تعمل ايه، تقرأ ايه، تذاكر ايه، تسمع ايه، ايه الامتحان اللي انت تحله، وهكذا معاك من البداية لحد دخول الاختبار الدولي بإذن الله. نرجع تاني لموضوعنا وهو ازاي نذاكر، خطة المذاكرة. عملت لك هنا خطة جميلة جدا في 45 يوم بس تقدر ان انت تذاكر وتراجع وتحل اسئلة وتدخل الاختبار الدولي وتجتاز الاختبار بإذن الله وتحصل على الشهادة الدولية. طبعا الجدول اللي قدامك ده قسمته لك، اول عمود الايام، تاني عمود هتعمل ايه كل يوم التاسكس، والعمود الثالث هو الدومين، يعني التاسك ده تابع لأي دومين. الخطة قسمتها لك إلى 3 مراحل، فيز 1 وفيز 2 وكمان فيز 3. فيز 1 هي خطة المذاكرة، فيز 2 المراجعة، وفيز 3 اللي هي حل الأسئلة. ندخل دلوقتي نتكلم بالتفصيل على فيز 1. مبدئيا كده كل دومين هتعمل فيه 3 حاجات، هتشوف الفيديوز بتاعته، هتقرأ الملف بتاعه من البي دي اف، هتحل عليه أسئلة. هنمشي بالترتيب ده في جميع الدومينز اللي عندنا في المنهج. نبدأ بالدومين رقم 1 اللي هو Project Management Fundamentals and Core Concepts. أول حاجة هتشوف الفيديوهات، ممكن تاخد منك يوم أو يومين، أنا هنا قسمتهم لك على يومين. هتشوف الفيديوز من الموقع PMTrix، وبعد كده بعد ما خلصت الفيديوز اقرأ، اقرأ الدومين الملف البي دي اف، كل دومين ليه ملف بي دي اف خاص بيه. وبعد ما تكون خلصت الفيديوز وقرأت كمان البي دي اف هتحل امتحان، هتلاقي امتحان على دومين 1. لازم تشغل كل الحواس بتاعتك عشان تثبت المعلومة، هتشوف هتسمع هتقرأ هتحل وهكذا. خلاص انتهينا من دومين 1، ندخل بقى على دومين 2 المجال التاني اللي هو الأجايل. نفس الكلام بالظبط، هتشوف الفيديوز بتاعة الأجايل، بعد كده هتقرأ ملف الأجايل، بعد كده هتحل امتحان الأجايل. خلاص انتهينا من الدومين التاني، ندخل على الدومين التالت وهو البريدكتيف، تمام، أو النهج التقليدي أو التنبؤي. نفس الكلام بالظبط، هتشوف الفيديوز بتاعة الدومين، هتقرأ الملف بتاع الدومين، هتحل أسئلة على الدومين، تمام. عشان هو يعني شوية دومين طويل، فأنا هنا فردتلك شوية الفيديوز هتشوفها في 3 أيام، والملف في البي دي اف هتقرأه في يومين، وحل الأسئلة في يوم. خلاص خلصت، تروح بعد كده للدومين الأخير، دومين رقم 4 البيزنس أناليسيس فريمورك. نفس الكلام بالظبط والترتيب، هتشوف الفيديوز بتاعة الدومين الرابع، هتقرأ الملف بتاع البي دي اف للدومين الرابع، هتحل امتحان الدومين الرابع. خلاص خلصت، خلصنا الحمد لله في 18 يوم، خلصنا خطة المذاكرة، خلصت أول مرحلة إن أنت إيه عملت إيه، قرأت المنهج شفته كله وحليت عليه. أكيد دلوقتي هيقف قدامك بعض الحاجات هتنسى، مثلا نسيت اللي أنت ذاكرته في الأول خالص، نسيت في بعض الأمور في دومين 1، نسيت بعض الأشياء في دومين 2، لأن المذاكرة أول مرة مش بتثبت المعلومة قد كده، لازم تراجع. علشان كده عملت لك فيز 2 المرحلة الثانية، وهي مرحلة ايه بقى؟ وهي مرحلة المراجعة.
نفس اللي انت ذكرته في الفيز 1 هتراجعه هنا بقى، بس في 7 أيام بس، في أسبوع واحد بس هتعمل فاست ريفيو. تمام؟ هتاخد دومين واحد مثلا هتراجعه في يومين مثلا، هتشوف الفيديوهات بتاعته تاني في يومين، الدومين التاني شوف برضو فيديوهاته في يومين، الدومين التالت شوف الفيديوهات بتاعته تاني في يومين، والدومين الرابع هتشوفه في يوم. طيب انا عايزك بقى في المرحلة دي تحط الفيديوهات كلها على سرعة 1.5x. يعني ايه 1.5x؟ يعني زود السرعة شوي. انت بتراجع دلوقتي، يعني مش انت، يعني انت عندك خلفية سابقة فمحتاج تمشي الفيديوهات بسرعة عشان تنجز وعشان تقلل وقت معاك، انت بتراجع بس. طب هعمل الكلام ده ازاي؟ وانت شغال على موقع PMTricks، اي فيديو شغال عندك بتضغط هنا على شكل الترس اللي تحت خالص ده، هيفتح لك اوبشن او خيار السرعة السبيد، بتختار هنا 1.25x 1.5x. وطبعا ده الغرض من ده ايه؟ ان انت طبعا تشوف الفيديوهات بشكل سريع. خلاص خلصنا فيز 2، رجعت على المنهج، ثبتت المعلومات والامور عندك بقت تمام، خلصت الكلام ده كله في اسبوع زمن بس. ادخل بقى على فيز 3، اخر مرحلة عندنا وهي المرحلة الاهم، وهي مرحلة حل الامتحانات الكاملة. هي هتاخد منك حوالي 10 أيام بس. اول حاجة في قسم عندنا في الموقع اسمه، في طبعا في الفيديوز، في الفيديوهات، كاب ام تيبس اند تريكس. تمام؟ فيها فيديوهات وفيها ملف PDF كمان. دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن النقاط المهمة اللي بتيجي في الامتحان، ركزت لك على اهم النقاط اللي هتجي لك في الاختبار الدولي في كل دومين. اهم النقاط في كل دومين ايه؟ جمعت لك كل الكيوردز، كلمات مفتاحية هتساعدك على حل عدد كبير جدا من الأسئلة. أهم الديفينيشنز، أهم التعريفات المهمة اللي الامتحان ركز عليها، فده هتخلصهم في يوم مثلا. بعد كده في على موقع PMTricks 6 امتحانات كاملين على المنهج كله بقى. تمام؟ أول يوم خد لك امتحانين، exam 1 و 2، اليوم الثاني exam 3 و 4، اليوم الثالث هتحل الامتحان الخامس والسادس. حلو الكلام ده؟ خلاص خلصنا الكلام ده، خلصنا خلاص الامتحانات الستة وراجعت أخطائك. كل امتحان تخلصه تراجع الأخطاء بتاعتك وتفهمها كويس جدا جدا جدا. طيب بعد ما هتخلص حل الامتحانات دي، في خاصية عندنا على موقع PMTricks، ولله الحمد احنا الموقع الوحيد اللي عنده الخاصية في العالم كله، هي خاصية الكلم 6 اكزام. ده عبارة عن امتحان هيظهر لك بعد ما تكون انتهيت من حل كل الامتحانات الشاملة. ده امتحان الاخطاء، جمع لك كل اخطائك في امتحان واحد بس، بيقول لك اتفضل دي اخطائك، دي نقاط ضعفك اللي انت لازم تركز عليها، فده امتحان الاخطاء، هتحل الامتحان ده كويس جدا. تمام، نعمل ايه بعد كده؟ دايما من ضمن النصايح ان انت تحل الاختبار مرتين، مهم جدا تحل كل اختبار مرتين، ترجع تاني تحل الست اختبارات مرة تانية. ليه بقى؟ انا عايزك توصل لسكور اعلى من 90% قبل ما تخش الاختبار الدولي في كل الست اختبارات. ده التقييم بتاعك، يعني امتى تخش الاختبار؟ لما تكون وصلت الى سكور اعلى من 90% في الست اختبارات كلهم. دي اختبارات مهمة جدا ما بيخرجش عنها الاختبار الدولي. تمام؟ هيجي لك نفس الفكرة، نفس كل حاجة، هيظهر لك كلمة ستيكس جديد، امتحان اخطاء جديد، في اخطائك الجديدة كمان. تعمل ايه قبل الاختبار بيومين؟ هتراجع الكلمة ستيكس اكزام، اخطائك اللي انت غلطت فيها، والتيبس والتريكس، اهم النقاط للاختبار الدولي. في قسم فيديوز موجود عندك في قسم الفيديوهات بنفس العنوان ده بالظبط. تمام. طيب ندخل الاختبار بالانجليزي ولا بالعربي؟ انا دايما بنصح تختار اللغة العربية كلغة اختبار، لان انت لما تختار وانت لسه بتحجز امتحانك، لما تختار اللغة العربية الامتحان هيجي لك باللغتين، العربية والانجليزية، تقدر تحل بالعربي وتقدر تحل بالانجليزي. انما لو انت اخترت اللغة انجليزي بس،
الامتحان هيجي لك انجليزي بس، مفيش اي لغة تانية مساعدة. ولذلك امسك العصاية من النص، اختار اللغة العربية بحيث يجي لك الاسئلة في الامتحان الدولي باللغتين عربي وانجليزي، تقدر تتنقل بينهم براحتك خالص، مفيش اي مشكلة. وزي ما قلت لك الشهادة الدولية بتطلع باللغة الإنجليزية بس، ملهاش أي علاقة بلغة الاختبار الدولي، عشان في ناس كتير بتخاف تقول لك أنا أختار اللغة العربية أخاف الشهادة تطلع لي بالعربي. لا، بتطلعش بالعربي، بتطلع بالإنجليزي بس. طيب فين بقى الكلام ده كله؟ فين الفيديوهات؟ فين الملفات؟ فين الامتحانات؟ كل ده موجود على موقع PMetrics. يلا بينا دلوقتي ندخل على موقع PMetrics واوري لك الكلام ده كله قدام عينيك. خلاص اشتركت في موقع PMetrics، اشتركت في كورس الكاب ام. تدخل على حسابك على الموقع، تدخل اليوزر نيم بتاعك او ايميلك والباسورد، هينقلك على الداشبورد بتاعتك، هتلاقيها بالشكل ده. تضغط هنا على Active Courses، هنا بالشكل ده تضغط هنا، هيفتح معاك الصفحة دي بالظبط. هيظهر معاك صفحة My Courses، تمام، متقسمة إلى جزئين، Exams و Videos، امتحانات و فيديوهات. ندخل أول حاجة هنا مثلا على الفيديوز، أهو ضغطت ضغطة واحدة على قسم الفيديوهات، هتفتح معانا الفيديوهات كلها متقسمة بنفس الستادي بلان بالظبط، بنفس الخطة بالظبط. أهو مقدمة، تمام، فيها كل حاجة، متطلبات الامتحان، ازاي اقدم للامتحان، الريفرنس وكل شيء موجود، تمام، اوكي. بعد كده عندك هنا الدومين رقم واحد، الدومين التاني، الدومين التالت، الدومين الرابع، دي كلها فيديوز. الدومين الخامس واخر حاجة ازاي اسجل الامتحان الدولي، فيديو نص ساعة كاملة بقول لك تسجل الامتحان ازاي، تمام. يبقى هو ده المنهج بتاعنا بالظبط. طيب كده احنا عرفنا فين هي الفيديوهات. طيب فين الملفات البي دي اف؟ بطريقة سهلة جدا قلت هعرفك ازاي تحمل ملفات البي دي اف. شفت هنا اول فيديو من كل دومين مرفق معاه الملف بتاعه، لو ضغطت هنا على كلمة ريسورسز هيتحمل معاك البي دي اف الخاص بالدومين رقم واحد. نفس الكلام في الدومين التاني، مع اول فيديو هتلاقي الملف البي دي اف مرفق، تضغط هنا يتحمل معاك. نفس الكلام في الدومين الثالث، في الدومين الرابع، والتيبس والتريكس كمان اهم النقاط للامتحان. يبقى كده انت عرفت تحمل ملفات البي دي اف منين، تمام الكلام ده. في مكان تاني تقدر تحمل منه البي دي اف، هقوله لك بعد شوية. تقدر تحمل التطبيق بتاعنا، الابليكيشن موجود على اجهزة الاي او اس الايفون وكمان اجهزة الاندرويد وهكذا. تبحث بس على PMetrics هيظهر معاك لونه اسود، تقدر ان انت تحمله على طول. طيب ازاي احمل شهادة الحضور من الموقع؟ بطريقة سهلة جدا جدا جدا، تعال اقولك. وانت فاتح اي فيديو روح هنا على شكل الكاس، كاس العالم اللي فوق ده، اقف عليه بس هيظهر لك هنا، اضغط على Select All. اهو ضغطت على Select All، ايه اللي هيحصل؟ شوف هنا معايا اللي هيحصل ايه، هتلاقي الموقع علم على كل الفيديوز بالاخضر، يعني اكنك بالظبط شفتها. هيظهر لك هنا خيار اسمه Get Certificate، يعني حمل شهادتك، تمام. هضغط عليه ضغطة واحدة هيفتح لك الشكل ده، هيقول لك Your full name، اكتب اسمك بالكامل، تكتب اسمك بالانجليزي ما تكتبوش بالعربي، لو كتبت عربي يحصل خطأ على طول، لازم اسمك تكتبه باللغة الانجليزية، تكتب اسمك ثلاثي رباعي وهكذا، اهم حاجة الاسم الاول والاخير يكونوا مظبوطين. تكتب اسمك وتضغط على Get Certificate، هتتحمل معاك الشهادة فورا، تمام. عايز تزود سرعة الفيديو تضغط هنا على موضوع السبيد واضغط هنا 1.5x عشان جزء المراجعة يبقى سريع معاك وانت بتراجع في المرحلة التانية زي ما وضحنا في الستادي بلان، تمام. الوقت خلصنا موضوع الفيديوز والشهادة والملفات، بقى لنا موضوع دلوقتي الامتحانات. ندخل الامتحانات منين؟ يلا بينا نرجع تاني للداشبورد بتاعتنا. اهو رجعنا تاني للداشبورد
الخاصة بينا، صفحة My Courses. تمام، هدخل هنا على أول حاجة اللي هو قسم الإجزامز، الامتحانات. هضغط ضغطة هنا واحدة، هيفتح معايا قسم الأسئلة، مقسمه لك هنا هو في Domains و Exams. تمام، في Domains و Exams، كل دومين عندنا عليه امتحان. دومين 1 تضغط هنا وتحل الامتحان بتاعك، دومين 2 اضغط هنا وتحل الامتحان، دومين 3، دومين 4 وهكذا. طيب كده خلاص عرفت حل الدومينز منين. بعد ما تخلص بقى كل ده حسب الستادي بلان، مرحلة بقى ما قبل الامتحان، هتروح للفاينل اكزامز، امتحانات كاملة، 6 امتحانات على المنهج بالكامل اهم. تضغط على اي واحد وتضغط هنا على ستارت تيست، افتح الامتحان، هيفتح معاك على طول. ممكن تحل الاسئلة باللغة العربية، حول لغة الموقع الى العربي هنا، من هنا كده لو ضغطت اللغة العربية هيفتح معاك الامتحان بالكامل باللغة العربية. تمام كده الامور كويسة، وعرفنا هنحل منين، من الدومينز ومن الاكزامز. حلو كده، مالكش دعوة هنا بالشابتر دي، هي الشابتر دي هي نفس الدومينز بالظبط، فخلينا هنا فقط في القسمين دول اللي هما الدومينز والاكزامز. تمام كده عرفنا نحل منين. اقدر احمل ملفات البي دي اف من مكان تاني؟ تقدر. انا قلت لك طريقة من جوه مع اول فيديو في كل دومين. في طريقة تانية، دوس هنا على شكل الكتاب اللي عندك ده، تمام، واضغط على اسم الكورس بتاعك اللي هو الكاب ام 2023. لو ضغطت هنا هيفتح معاك ملفات البي دي اف بتاعتك، دومين 1 و 2 و 3 و 4 والتيبس اند تريكس. لو ضغطت على اي واحد من دول، شايف ضغطت هنا اهو، هيتحمل معاك الملف في البي دي اف، اقدر افتحه مباشره. اي ملف اهو، ملف تاني اهو دوست عليه هيتحمل معاك على طول، اقدر ان انا اطبعه واذاكر منه واكتب ملاحظاتي وكل شيء. يعني كل حاجه معاك دلوقتي، الفيديوهات، الملفات، الامتحانات، كل حاجه معاك وامورك زي الفل. تمام، نرجع تاني هنا للداشبورد بتاعتنا. طبعا انت لما تشترك طبعا هيظهر عندك الكاب ام بس، طبعا لو انت مشترك في اكتر من كورس هيظهر معاك كل حاجة، البي ام بي، الار ام بي، البيف ام بي، البيج ام بي، الاس بي، طبعا هيظهر عندك واحد بس اللي انت مشترك فيه، تمام، اللي هو واضح قدامك ده. تمام، طبعا بيظهر عندك هنا باللون الاخضر صلاحية الكورس، يعني الكورس بتاعك ساري لحد امتى. تمام، طبعا الصلاحية هي كافية جدا جدا جدا. طب لو انتهت الصلاحية ولسه ما دخلتش الاختبار وعايز امدد الكورس بتاعي، هيظهر لك تحت هنا، تمام، هيظهر لك تحت خالص الاكسبايرد كورسز. تمام، ممكن تضغط على كلمة اكستند، هنا هيتمدد تاني الكورس بتاعك وتقدر تكمل مذاكرة تاني، او تتواصل مع اللايف شات على بي ام تريكس، هنا البوك الدايره الزرقاء دي، تبعت لهم رساله تكتب لهم ان انا الكورس بتاعي خلص وعايز امدد الصلاحيه بتاعته. فكل حاجه، كل الدعم موجود الحمد لله على مدار الساعه. تمام كده، فده اللايف شات، يقدر ان هو يمد اي مشكله فنيه تخص الموضوع ده، ترجع لي اللايف شات على طول بيساعدك. تمام، فده كان بالنسبة لفين الفيديوهات بتاعتك، الفيديوز والأسئلة والملفات وكل حاجة تخص الموقع. تمام، حتى هنا في برضو شكل بتاع الفواتير invoices، لو انت عايز تحمل الفاتورة بتاعتك بتضغط هنا وتحمل الفاتورة اللي انت دفعت بيها. تمام، يدي لك اسم الكورس والمبلغ لو انت عايز تقدمها للجهة بتاعتك او شركتك لو انت محتاج ده. فكل شيء متوفر لله الحمد على موقع pmtricks.com. ودي كانت الخطة بتاعتنا لستادي بلان اللي في 45 يوم، اتقسمت الى 3 مراحل. فيز 1 كانت 18 يوم، وفيز 2 كانت 7 ايام، وفيز 3 كانت 10 ايام. تمام التمام. ايه بقى اهم نصايح اللي عايز اقولها للناس؟ اهم نصيحة ان انت تتبع الستادي بلان، خطة المذاكرة، عشان تنجح في الاختبار الدولي،
علشان تنجح لازم تتبع الستادي بلان ويعتمد على المصادر اللي قدامك دي، بلاش تتشتت في كذا مصدر. بي ام تريكس كافي جدا جدا، المراجع بتاعتنا وملفاتنا كافية جدا لاجتياز الاختبار الدولي، وعندنا بشكل يومي في نجاحات ولله الحمد، كل يوم في ناس بتنجح في الاختبار بتاع الكاب ام، وطبعا غيرهم من الاكزامز الاخرى البي ام بي طبعا والبي جي ام بي والبي في ام بي، ولله الحمد عندنا اكبر نسبة نجاحات في الشرق الاوسط في طبعا كل الشهادات الاحترافية اللي قدامنا دي الخاصة بالمعهد الامريكي لإدارة المشاريع PMI. فأهم نصيحتين تستمر، لان طبعا دايما العدو بتاعنا والعدو الاكبر هو الانقطاع، فلازم تستمر، ذاكر كل يوم حتى لو ساعة ساعتين، بس اهم حاجة تذاكر وتستمر وتستغل وقتك، والموضوع بسيط بسيط جدا جدا جدا. تعال اقول لك على حاجه كويسه تعملها، الستادي بلان اطبعها اللي كانت على شيت الاكسل، اطبعها وحطها قدامك، ودايما كل جزء تخلصه خلاص علم ان هو خلص، هتحس دايما بالانجاز وان انت خلصت حاجه، وكل يوم تستمر وتستغل وقتك وتذاكر. اهم حاجه تذاكر حتى لو نص ساعه، حتى لو ساعه ساعتين، بس طبعا كل ما ذاكرت عدد ساعات اكبر كل ما انجزت طبعا وخلصت الدنيا كلها. ملف الخطة ان شاء الله هيكون مرفق عندكم في الموقع في قسم الماتيريالز، تمام، في قسم الستادي ماتيريال، عشان طبعا تحملوا الخطة وتطبعوها قدامكم ويتمشوا عليها. طبعا يشرفنا متابعتكم على السوشيال ميديا المختلفة، تمام، على اللينكد ان، على اليوتيوب، على تويتر، انستجرام، تيك توك، تمام، الفيسبوك، السناب شات، تمام، امسح بس الباركود اللي قدامك ده هيفتح معاك كل الروابط، تقدر ان انت تجوين معانا، وطبعا تشرفنا على السوشيال ميديا. طبعا بننزل كل فترة والتانية ملاحظات، بعض الابديتس، مثلا حاجة جديدة بتنزل، دروس مستفادة للناجحين بشكل يومي بننزلها، طبعا ده كل ده بيكون مهم جدا أثناء مذاكرتك. في حاجة مهمة جدا 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 عايز أقولك عليها طبعا، وهو جروب المتابعة والمذاكرة على الواتساب. احنا مش بنسيبك لوحدك، بعد ما تشترك في الكورس وخلاص دفعت الرسوم هيوصلك ايميل من موقع PMTricks هيقولك انضم الآن لجروب المتابعة والمذاكرة على الواتساب، وفي هنا رابط بتدوس على الرابط ده، تمام، بيدخلك فورا الى جروب المذاكرة والمتابعة على الواتساب، تمام كده يا شباب. فده موضوع في غاية الأهمية، هيجي لك الايميل ده على الانبوكس تمام بتاعك، او تروح هنا للسبام مثلا، ممكن يجي لك على السبام على الجانك ايميل، فهتدور عليه هتلاقي الايميل موجود، تضغط على طول على الجروب هيدخلك على طول فورا الى جروب المتابعة والمذاكرة. الغرض منه ايه؟ اي سؤال اي استفسار عندك نزله على الجروب على طول، في نقطة في المنهج مش فاهمها، في سؤال وانت بتحل مش فاهمه عايز حد يرد لك عليه، فبتنزل سؤالك فورا على الجروب ده، وهتلاقينا موجودين دايما معاك وفي مساعدتك وهنرد عليك على طول، هتلاقينا دايما موجودين وفي الخدمة على مدار الساعة. وبكده يبقى احنا وصلنا مع بعض الى نهاية الستادي بلان بتاعتنا، شرح الخطة لاختبار المشارك المعتمد في ادارة المشاريع. ووعدكم ان شاء الله كل اللي هيتبع الخطة دي هيجتاز الاختبار الدولي من اول محاولة بإذن الله. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.